thank you مشاهدينا الكرام، مشاهدي انفجارات في كل مكان، نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقه جديده من برنامج من فيينا. الدوله التي تحفظ مجد ماضيها، تقدر على خدمه حاضرها وصنع مستقبلها. حكمه تبناها ضيف حلقتنا لهذا اليوم. فهو الطبيب والباحث والمؤرخ، استاذ في جراحه المسالك البوليه. وحاصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بإنجلترا ويعتبر من أشهر الباحثين في علم المصريات له العديد من المؤلفات منها مصر التي لا تعرفونها الطب في مصر القديمة وكتاب إحنا مين وغيرها من المؤلفات والمقالات فإذا كنت من المتفائلين لا بد أن تتقابل معه وإذا كنت من الباحثين لابد أن تتقابل معه. من مقولاته الشهيرة: الشعوب تهلك من قلة المعرفة. وحتى نستزيد من المعرفة نرحب بالدكتور العالم وسيم السيسي من العاصمة النمساوية فيينا، وبالتحديد من النادي المصري. دكتور وسيم أهلا بحضرتك في فيينا نورت الدنيا. أهلا بك يا أستاذ ممدوح. أهلا وسهلا. دكتور دي الزيارة الأولى لحضرتك لفيينا ولا دي الزيارة الثالثة بس قبل كده كانت مؤتمرات يعني ولكن وجدت فعلا ليالي الأنس في فيينا زي ما قالت اسمها في ليالي الأنس في كل ليلة بقضيها في فيينا ربنا ربنا بأهلها الحلوين ويعني ابتداء ابتداء من السفير للقنصل للموظفين للأستاذ عبد الباسط للأستاذ محمود للدكتوره علا للاستاذ ممدوح للحبايب اللي قاعدين على الكاميرات هنا كمان دلوقتي شرفتني يا دكتور وبشكل شخصي جزيلا. برحم بحضرتك وسعيد اني موجود مع حضرتك النهارده ربنا يخليك دكتور حضرتك برعت في مجال العلم من خلال دراسه الطب وبرعت كمان في مجال الادب من خلال دراسه التاريخ وعلم المصريات وتاريخ مصر القديم لكن معروف عندنا في مصر ان دارس الطب بيتخصص بيكون قسم العلمي فقط ودارس التاريخ بيتخصص في قسم الادبي فقط بيكون ثانوي ادبي او ثانوي علمي ازاي قدرت حضرتك توفق بين العلمي والادبي هو الحقيقه ليس هناك تناقض وان كان هناك تناقض ظاهري انما هو حقيقه الامر انه اهتمام واحد وهو الاهتمام بالانسان الانسان اهتمامي بالانسان في جسمه يبقى طب. أه. آه الاهتمام بتاريخه يبقى تاريخ، والتاريخ ما قبل التاريخ، وتاريخ مصر القديمة، كل ده تاريخ من الأول للآخر. الاهتمام بهو مين من ناحية الجينية يبقى دراسة في الجينات. الدراسة في إن هو آه من ناحية الهوية، هويته إيه؟ يبقى دراسة في الهوية آه بتاعة الإنسان المصري بالذات. فهي اهتمام واحد وهو احنا مين؟ احنا مين؟ بتاخد بقى اشكال كثيره جدا واللي عاوز اقوله ان ده ما يمنعش يعني من ناحيه العلميه الطبيه انا عندي اثنين دكتوراه من انجلترا ودكتوراه شرفيه من الولايات المتحده الامريكيه وعمليه باسمي اسمها كابسولوتومي وجهاز باسمي بتصنعه أحد الشركات البريطانية ده ما يمنعش إنك دي انت العملية الخاصة بالبروستاتا بالبروستاتا اسمها م. كابسولوتومي اوبريشن ودي حتى اتنشرت في المجلات العلمية و... وده ما يمنعش إن أنا أتعمق في دراسة يعني حضرتنا وتاريخها العظيم ده هو وتستغرب إذا قلت لك إن اللي اهتم بهذا الموضوع من زمن بعيد مكتبة الكونجرس الأمريكية لأنها ابتدت تعمل كتاب اسمه Uh, medicine across cultures اللي هي طب عبر الثقافات المختلفه. ف <applause> في افريقيا كتبوا واحد افريقي. Uh, medicine انشنت ايجيبت للطب في مصر القديمه انا كتبت هذا الشابتر بعد كده الطب في اليابان، الطب في الصين، uh, الطب في الهند لان ده تبع مكتبه الكونجرس بتجمع ما كتب عن الطب في الثقافات المختلفة طبعا أنا عملت بعد كده هون بقى كتب زي ما حضرتك ذكرت مصر التي لا تعرفونها ده أول كتاب إحنا مين ده آخر كتاب إنما إن بتوين مصر علمت العالم <applause> هذه هي مصر في البدء كانت مصر وهكذا يعني ما. وغير بقى المقالة الأسبوعية اللي أنا قعدت عشر سنين أكتبها في روزا اليوسف وبعد كده من سنة عشرة حتى الآن مقالة الناس. أسبوعية في مصر اليوم مصر اليوم أه يعني ف... أيوة لكن حضرتك بدايات الاهتمام بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة ب... البداية كان بدايتها دي دي يعني؟ دي بدأت من وانا في إنجلترا كنت بكتب أحيانا في في الجارديان البريطانية مش بصفة منتظمة إنما يعني وعندي المقالات دي موجودة لغاية دلوقتي فكان لازم عشان اكتب مواضيع جديده يوم الاحد ازور الهايت بارك من 11 الصبح لغايه 4 وبعد كده من 5 لغايه 9 مساء في مجلس العموم البريطاني اللي هو البرلمان. ها. وبالمناسبه دي اي واحد يزور لندن اجنبي من حقه ان هو يروح مجلس العموم البريطاني هيطلع الجاليري فوق ويبقى شايف الحكومه والمعارضه كل اللي بيحصل ان يطلع وراك موظف معاه كارت اخضر تكتب فيه اسمك وتليفونك كان ذاتس اول وتبقى شايف في الدنيا كلها من الاول للاخر فكنت كل يوم حد بروح احضر هناك ال... مواضيع مثيره وقضايا العصر موجوده ويعني كان حاجه جميله جدا فاتهابند في يوم من الايام ان كان في واحد انجليزي عمال يتفاخر باصله وفصله واقف على ستاند كده واحنا كنا خمسين واحد حواليه وبيقول احنا او البرلمان من 400 سنه اوليفر كرومويل اللي هو كان رئيس البرلمان واحنا اكتشفنا البنسلن فليمنج واحنا اللي اكتشفنا التعقيم على ايدين ليستر واكتشفنا الانتي ماتر او الماده الضد على ايدين ديريك فقاطعه رجل اسود في وسطنا طويل كده طوله مترين قال له ايها السيد المتحدث ما معنى كده يعني ارجوك تبطل تفاخر لان انا اللي اديتك الحضاره فالراجل الانجليزي بكل ادب قال له ت... عندك دليل على كلامك؟ قال له طبعا، قال له دليلك ايه؟ قال له انتوا انجلو خط خدت حضرتكم من الرومان والرومان اليونان واليونان خدوها من مصر القديمه بدليل ان افلاطون جاء تعلم الفلسفه في اسكندريه 13 سنه، سولون جاء تعلم القانون في مصر ثلاث سنين وبتاجورس اللي هو فيثاغورس جاء تعلم الرياضيات في مصر 22 سنة فالراجل الإنجليزي قال له Are you Egyptian أنت مصري قال له لا أنا مش مصري أنا من نيجيريا أنا نيجيريا ولكن نيجيريا في أفريقيا وأفريقيا فيها مصر يبقى أنا اللي علمتك الحضارة الشيء الجميل أن الراجل الإنجليزي سقف له والخمسين واحد سقفوا له وطبعا أنا كنت ماشي فوق السحاب طبعا. من كلام الرجل ده وفي نفس الوقت كان في نفسي شيء من الألم ازاي الراجل ده عارف التاريخ ده كله وانا مش عارف. وانا لا. نعم. يعني زي ما بيقولوا خبطتين في الراس توجع كانت نعم. الخبطه الثانيه في نفس اليوم في مجلس الروم البريطاني لما تقدم احد أعضاء, اعضاء البرلمان يطلب من المجلس ان يردوا رخصه القياده للامير فيليب زوج الملكه اللي اتسحبت نعم. منه لانه تجاوز السرعه. فبيقول لهم ما حصلتش اصابات ولا حادثه فيعني نرد له ال... نعم. الرخصة بتاعة القيادة فرئيس المجلس قال له لأ نو no, مش عشان ريشة على راسه نوت بيكوز اوف فيذر ان هيز هيد فأنا ما رجعت المستشفى بالليل فصديقي وزميلي تشارلز ويست فبقول له انتوا خطاها مننا ولا ايه؟ بضحك ما قال لي ايه؟ قلت له على راسه ريش احنا في مصر بنقول كده هو فاكر نفسه ايه على راسه ريش انا سمعتها النهارده في البرلمان عندكم فلقيته برق لي كده قال لي انت مش عارف؟ قلت له لا اعرف ايه؟ قال لي دي ريشه آه مايت مايت فذر ربة العداله عندكم ودي عندنا ما تتحطش الا على رؤوس الملوك والامراء والقضاء ولازم تكون ريشه نعامه. قلت له معنى ليه؟ قال لي لان ريشه النعامه الشعر متساوي على الجانبين ولا تكون العداله عداله الا بالمساواه بين طرفين. الصبح راجل نيجيري وبالليل راجل انجليزي عارفين تاريخ بلدي وانا علمونا ايه علمونا خفرع ومنقرع فين 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 الانجازات بتاعتك يا مصر اللي عشان تعرفوني ايه دي حصل بعد كده بقى يعني المصادفات يعني ما رجعت بقى مصر مسكت مستشفى الساحل التعليمي اللي هي تبع عين شمس وجالي واحد مريض عنده الم في بطنه اشعه وجدت مصمأ بتاع ده هو مقص بقاله عشر سنين في عملية سابقة <applause> <applause> المهم عملت له عملية وطلعنا المقص وبتاع كان راجل من أسوان لقيت الأستاذ عبد الوهاب مطاوع أولا الأهرام بعت غط ما عرفش عارف منين إنما جم وغطوا البتاع دي وعملوا صفحة كاملة ريبورتاج وصوروا المقص وبتاع لكن الأستاذ عبد الوهاب بقى اتصل بيا وقال لي احنا عاملين جمعية اسمها جمعية أصدقاء بريد الأهرام ايه رأيك تيجي تسهر معنا وت... وت... وتتعرف علينا كرئيس تحرير بتلوقع... الأهرام نعم ورحت فعلا قلت لهم ناس فاضل ومن قال لي اكتب لنا حاجه فقعدت افكر اكتب ايه اكتب ايه فكتبت حاجه بعنوان مصر التي لا تعرفونها وابتديت اكتب الحاجات اللي انا ما كنتش عارفها وعرفتها بس كتبتها بقى بطريقه لطيفه يعني اول من عرف البلهارزية وسماها مصر اول من عرف الدوده وسماها حرارت مصر اول من عرف العلاج اللي انا كتبته بايدي من 30 سنه وهو الانتيمون مصر اول سلم موسيقي سباعي مصر اول معاهده سلام قادش مصر عملت حوالي 30 حاجه بالشكل ده وكانك يا استاذ ممدوح فتحت خزنه في قلوب المصريين فيها حب مصر لقيت لا. بقى كتابات انهالت والاستاذ مفيد فوزي اتصل بيا والاستاذ محمد عبد المنعم اتصل بيا وقال لي انت لازم تكتب مقاله اسبوعيه عندنا في روزا اليوسف قلت له ما اقدرش اجيب لك ماده تاريخيه وعلميه منين ثم انا طبيب انا ليل ونهار في المهم بفضل يلح, يلح 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 في الاخر وافقت قلت له شوف هكتب بس ساعه ما اعتذر اقبل اعتذار قال لي موافق المهم انا فاكر اليوم ده بقى نزلت المتحف المصري في تجد على حضرتك ايدك الشمال كده مكتبه اشتريت بقى منها كتب عربي وانجليزي ومش عارف ايه وكل ما يخص الحضاره المصريه اه كل ما يخص الحضاره وابتديت اكتب بقى مقاله في مقاله في مقاله لقيت نفسي وقعت في هوى المصريات زي ما بيسموها ايجيبتومانيا او الولع بالمصريات لان كنت كل ما اقرا استغرب حاجات غريبه ايه ده معقوله الناس دي بالشكل ده ايه العظمه دي كلها؟ وفعلا له حق جيمس بريستد لما اطلق على حضارتنا فجر الضمير، الدنيا كانت مظلمه. مصر نورت العالم كله. كانش حد عارف حاجه ولا فاهم حاجه، وكانوا فاكرين ان بعد الموت اهو يترمى في حفره وانتهينا. جت مصر علمت العالم ان في حياه بعد هذه الحياه وفي حساب وثواب وعقاب. هكذا بدا حبي للمصريين. <applause> طيب هو في حد من اولاد حضرتك مهتم عنده نفس الاهتمام بالتاريخ ده ولا؟ كلهم كلهم والاكثر بقى ان انا زوجتي اخصائيه عيون وبتعمل لغايه نعم. النهارده كاخصائيه عيون لأنها وقعت في هوى المصريات وبرده بطريق صدفه. ازاي بقى؟ طلبت مني كليه الحقوق جامعه القاهره ان انا اروح واخاطب طلبة بتاعتهم كلهم وهم طبعا الاساتذه عن العداله في مصر القديمه. فرحت وبعدين بنشرب القهوه الصبح قبل ما ابدا المحاضره وننزل للمدرج القاعه بتاعه المحاضرات لقيت واحد جاء اسمه الاستاذ الاستاذ الدكتور صلاح عبد العزيز قال لي انا عميد كليه الاثار وانا جاي عشان اهديك الكتاب بتاعي دون وهو عن الرياضه في مصر القديمه السبورتس كل انواع الرياضه كانوا بيعملوها ما عدا كره القدم. المهم. فالمهم خدت الكتاب وقريته كله من الاول لاخر ولما قعدت اتكلم معاه شويه وبتاع فقلت له ايه رايك تيجي انا بعمل صالون ثقافي اخر جمعه من كل شهر وتيجي تكلمنا عن الرياضه في مصر القديمه وانا عندي الداتا شو واللابتوب والسكرين وبيحضر عندي حوالي 100 واحد. قال لي اوي اوي وفعلا جه وادى محاضره رائعه جدا بعد المحاضره الدكتوره اللي بتساعدني في العمليات بتاعتي واحد اسمها دكتوره بسمه احمد آه، وزوجتي الدكتوره سوزان راغب اتلموا حواليه وقالوا احنا عاوزين ندرس اثار قال لهم اخر ميعاد للتقديم بكره تيجوا بكره تدفعوا كل واحده 3000 جنيه وانا دخلكم دخلهم كليه الاثار نعم. فاخدوا فاخذوا الدبلوم بعد سنتين والنهارده في الماجستير ويعني سنه وتاخد الماجستير فزوجتي وقعت فيها والمصريات المصريات وبتدرس بقى المصريات ربنا يوفقها ربنا يخليك طبعا وي... بتشكر شكرا من علم. شكرا دكتور وسيم دكتور وسيم بالنسبه لمقوله ان الشعب ان الشعوب تهلك من قله المعرفه ما هي المعرفه التي اولاد الشعوب اللي حضرتك يعني تقصدها knowledge is power المعرفه قوه اي نوع من انواع المعرفه هو قوه. آم... من ناحيه الفلك قوه، من ناحيه الـ الـ الاسلحه قوه، من ناحيه الكيمياء قوه، معرفه. والطريق الى المعرفه زي ما قالها فرانسيس بيكون كان مفكر عظيم قال الذين يقرؤون لا ينهزمون، ذلك لان القراءه معرفه والمعرفه قوه. قراءه معرفه دي نعم. كلها. ايضا مش أي معرفة، يعني ممكن يبقى واحد باروت لايك يعني يبقى زي البغبغاء عنده معارف ولكن بيرددها كده من غير عقلية نقدية، ممكن <applause> تكون معرفة مش سليمة. والشعوب بتتقدم بالعقلية الديالكتيك أو العقلية الجدلية، العقلية التي تناقش، العقلية التي لا تقبل إلا ما يتفق مع العقل. فلازم المعرفة تكون معرفة مغربلة مصفاة منتقاة متنقية لازم آه. وعشان كده حتى عبر عنها أبو العلاء المعري لما قال كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء فإذا أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرساء كان إمام العقلاني استخدام العقل باستمرار ف... ففي معرفة واحد بيردد اللي سمعه وده اللي قاله حتى الدكتور زكي نجيب محمود الفيلسوف العظيم ده في كتاب خطير له اللي هو مجتمع جديد او الكارثه ان نحن لا نفترق عن القرن ال11 كانوا بيحفظوهم الفيه ابن مالك واحنا بنحفظهم طب وصيدله وهندسه وقانون واجتماع و و لا الشعوب تتقدم بالابداع الشعوب تتقدم بالابتكار والاتيان بالجديد وهي دي اللي دلوقتي العالم كله بيقوم بيه وأنا في تصوري إن الإتيان بالجديد والإبداع عندنا بعافية حبتين بسبب كلمة واحدة الخوف يا سيدي بدل ما تعلمه في المدرسة ضرب فعل ماضي ويضرب فعل مضارع علمه أحب فعل ماضي ويحب فعل مضارع بدل ما تقول له ربنا هيحرقك إذا عملت حاجة وحشة قول له ربنا بيحبك وهيعملك ويدخلك الجنة لما تعمل حاجات حلوة الخوف من متكبل الناس خايف من الاب خايف من المدرس خايف من الدكتور يدي له حقنه ده لما كنت في انجلترا يجي الطفل الصغير تقوم تطلع له مصاصتين حمراء و... وزرقاء او خضراء ويتش از ويتش تختار اي واحده من دول تقول لي عشان يطلع الطفل حابب المكان مش خايف من المكان م. عمري ما شفت طفل بيعيط مني ما في طفل أكشف عليه هنا في مصر إلا يخاف يعيط، ليه؟ بيخوفوه في البيت، هوديك للدكتور يديك حقنة، هوديك فحين نحرر أبنائنا من الخوف تزيد المعرفة ونستبدلها بالحب نعم. حين حينئذ تبدأ دي. المعرفة البناءة، المعرفة التي تأتي بالجديد طيب دكتور احنا حوارنا منقسم لقسمين، قسم ده هيكون سؤالي الأخير فيه اللي هقوله لحضرتك والقسم الثاني هيكون عن محور الشباب. سؤالي الأخير ده إذا طلب من حضرتك حضرت حضرتك عاصرت المرحلة مرحلة الثورات الأخيرة لمصر الأخيرة يعني بما أن حضرتك باحث ومؤرخ لو أريد أو طلب من حضرتك كتابة مرحلة المرحلة اللي مرت بها مصر في مرحلة الإخوان هتكتب للتاريخ تقول إيه؟ كان جالنا آه وفد من مجلس هون بريطاني سنة 14 أو 15 14 يمكن أو آخر 14 يعني بعد 30 6 وكان معاه 24 عضو وكان الاجتماع بتاعهم في فيرمونت وهو قام يتكلم يعرفنا وبتاع وحاجات من دي وأنا قمت أرد عليه أذكر هذا الكلام جيدا بالإنجليزية قلت له انا عشت في انجلترا سنوات طويله عشان الدكتوراه وانا احب انجلترا وانا كتبت مقاله عندكم بعنوان انجلاند از سويت سكند سكيور هوم تو مي انها يعني بيتي الثاني الجميل الحلو اللي انا بحبه ولكن لا يمكن انسى لكم انكم سنه 1928 انتوا اللي عملتوا حسن البنا وعملتوا الاخوان المسلمين عشان تشقوا هذا الشعب الى قسمين لان انا عارف مبداكم ديفايد رول انكم انتم فرق تسد قسمتوا الهند الى هند وباكستان وقسمتوا الدول اللي احنا موجودين فيها حواليها ادي ليبيا وادي العراق وادي سوريا وادي اليمن وحاولتوا مع مصر ولكن ما تقدروش I would like to tell you President عبد الفتاح السيسي is a Muslim I am Dr. Wasim السيسي is a Christian nobody can separate us يعني الرئيس مسلم وانا مسيحي انما حدش يقدر يفرق بينا ابدا لا. يوميا هو الراجل التشيرمان ما انا عارفهم بردين قوي يعني راح مسقف وبتاع وهم مسقفين ومش عارف ايه وبتاع الجماعة الاخوان دي لا تعرف المواطنة ولا تعرف ان مصر دي قارن قارنهم هذا مع الراجل اسمه حسين بهراز الرجل الإيراني العظيم قال جملة من أعظم ما يمكن الإيران هي أمي وديانتي المحمدية هي زوجتي أستطيع أن أطلق هذه ولا أطلق تلك شوف العظمة أمي ما طلقهاش مرات الله. وأنا على هذا المنوال كتبت مقالة قلت مصريتي قبل مسيحيتي لأن مسيحيتي لها رب يحميها اما مصر فليس لها الا انا وانت. احنا اللي نحميها واذا كان ربنا محتاجني عشان احميه فهو اله عاجز. مش محتاجني عشان ان انا احميه انما مصر هي التي تحتاجني عشان احميها. م. قارن بقى بين حسين بهراز وهؤلاء الاخوان وكان مثل هذه الجماعه التي يعني هي بتبحث عن الحكم وعن السلطه وبتتظاهر بمسائل الدين وتضحك على الناس بالناس البسطاء بمسألة الدين عبر عنهم أبو العلاء المعري وقال تسطروا تسطروا بأمور في ديانتهم وإنما دينهم دين الزناديق نكذب العقل في تصديق كاذبهم والعقل أولى بإكرام وتصديق احترم علينا ونفهم الناس دي شكلها ايه وجماعة إرهابية زي حسن الصباح من عشر قرون فاتت طلع حسن البنا وهو اسمه حسن السعاتي ما مش البنا إلا لأنه كان تبع البنائين الأحرار اللي هي الماسونية العالمية وأبوه كان راجل يهودي والكلام ده كلام عباس محمود العقاد ويقول لك احنا اصل ما اصلش طب ما اللي احمد ماهر باشا سنه 45 والنخبه باشا سنه 48 وحاولتوا اغتيال جمال عبد الناصر في 54 واغتالتوا السادات في يعني قائمه على العنف والجناح العسكري بتاعهم معروف والمؤسف ان هم اداه في ايدي هذه الدول الشريره اللي هم يعني مش عاوزين الدنيا تعيش في سلام يعني طبعا الناس دي معروفين مين هم يعني م. يعني طبعا عنوان هذه الحقبه نسميها ايه يا دكتور؟ الحقبه منذ 28 ولولا ان لغايه سنه 52 كان هناك طيار مدني جميل يعني يقدر يقاوم الناس دهين كلها وان كان هناك حريه سياسيه موجوده في النص الاول من القرن العشرين لغايه سنه 52 فمنذ 52 وبدا الصراع ما بينهم وما بين ال جمال عبد الناصر واللي معاه دي كانت حقبه سيئه جدا وخصوصا بدات بعد سنه 70 لما جاء السادات ومكنهم من من الشعب المسكين ده هو وبعد كده جاء برضو مبارك ومكنهم من النقابات ومكنهم من الجامعات والى اخره اللي حصل في 30/6 دي معجزه طبعًا. بالشك ليه بقى؟ لان يعني اسوا انواع الاعداء هم اهل بيتك فدول من بيتنا يعني لو من بره ده احنا عارفينه انما دول من البيت وبعدين ايه بقى سبورتد بمين الولايات المتحده الامريكيه انجلترا الاتحاد الاوروبي يعني قوه ماليه لا حدود لها يعني, ف... يعني, مصر فعلا محروسة وفعلا دي البروفيدنس او العنايه الالهيه انقذتنا من هذا المخطط الشرير العالمي اللي كان عاوز يضيع مصر ويجعلها زي بقيه الدول اللي حوالينا ده كلها. وده اللي خلى حضرتك تقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المأزون اللي عاوز آه. طبعا مصر لا شوف انا قلتها اكثر من مره وبعدين انا لا عاوز شيء ولا خايف من شيء حتى حقبه الفراعنه قبل دخول اليونان والرومان من بعدهم لغايه يعني النهارده ما جالناش حاكم يحنو ويبكي على مصر وبيحبها قد عبد الفتاح السيسي. الحقيقه ده يعني... وبعدين يكفي الامن الداخلي والخارجي. صحيح. يكفي ي... وبعدين تقول لي ان بعض الناس آه بت... يعني اقتصاديا العالم كله تعبان اقتصاديا، وبعدين يا اخي ما تبطل تجيب سبعه وثمانيه، ما حرام عليك. ده احنا كنا في سنه 1905 عدد سكان مصر 5 مليون والنرويج خمسة مليون احنا النهارده 110 مليون غير اللي مش مسجل والنرويج النهارده 9 مليون رغم الكوارث اللي مرت علينا حرب 48 وحرب 56 وحرب 67 واستنزاف و73 ايه ده ده لو جبل كان وقع ف وبعد كده الانفجار السكاني لما 2.5 مليون كل سنه بقه مفتوح عاوز ياكل وبعد اربع سنين عاوز يدخل مدرسه، وبعد 15 20 سنه عاوز بيت يتجوز فيه، يا اخي يا اخي عيب كده، يعني ايه ده؟ فحرام كده، يعني 2.5 مليون كل سنه ولا 3 مليون دي دي دوله صغيره يعني هو الموضوع محتاج يمكن يكون الكثير من الوعي وال كثير من, الوعي وكثير من القانون الحازم، طبعا يعني مفيش حاجه اسمها دعم بعد الطفل الثاني خلاص انت جبت اثنين طب سنغافور ماشية كده سنغافور اوكي وهي كلها قد كده من اولها لاخرها جزيره لكن بعد الطفل الثاني ازازه اللبن تشتريها من جيبك للطفل الثالث قبل كده مجاني نعم الاول والثاني مجاني انا هتحمله لك الثالث بقى ادفع مدرسه ادفع طبيب ادفع والصين برضو كده انما انما كده ما كل العلماء الاجتماع في ويبريد لايك رابتس اذا كنا هنتولد كالارانب هنموت كالارانب واحنا فعلا بنموت زي الارانب مش ضروري نموت وندفن في التراب انما زي ما بيقولوا الناس صنفان موتى في حياتهم واخرون ببطن الارض احياء في ناس موتى في عايشين لكن مش عايشين ياكل ويشرب ويتناسل ويموت طب ما الدوده بتعمل كده تاكل وتشرب وتتناسل وتموت هي دي عيشه هي دي حياه احنا عاوزين الحياه حط الالف لام التعريف بتاعتها نعم ده كان الجزء الاول من حوارنا دكتور هنخرج لفاصل قصير ونرجع ونكمل حوارنا مع حضرتك الحوار الشيق الممتع شكرا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود ونكمل الحوار مع ضيفنا الدكتور وسيم السيسي ابقوا معنا تستطيع مع انفوجرام الوصول لاكثر من مليوني متابع في النمسا شهريا من خلال منصاتنا الالكترونيه معا نعزز المسؤوليه المشتركه في المجتمع باثراء التنوع الاقتصادي والثقافي انفوغرام شريك النجاح مشاهدينا الكرام عودة مرة أخرى وبرنامج من فيينا وتكملة الحوار مع الدكتور العالم الدكتور وسيم السيسي دكتور وسيم أهلا بحضرتك أهلا مرة تانية أهلا أستاذ ممدوح آه زي ما وضحت لحضرتك كان المرحلة الأولانية اللي هو المحاور اللي تناولناها وجزء الباقي من الحلقة هنتناول فيه محور آخر وهو محور الشباب دكتور طبعا حضرتك من خلال خبراتك في العمل والدراسة يمكن تكونت عند حضرتك خبرات كبيره جدا في في الحياه وقابلت الكثير من التحديات، كيف تنظر لواقع الشباب العربي في وقتنا الحالي؟ انا شايف ان هو يعني شباب واعد وعنده امل كثيره جدا بس انا عاوز اقوله احنا اذا حبينا ان ننهض بالشباب لازم نبص الليل اللي بيطلعوا هؤلاء الشباب بمعنى ايه؟ يعني في قانون صدر من 40 سنه فاتت في السويد يعطي للدوله حق تطليق الابناء من الاباء اذا ثبت ان هؤلاء الاباء لا يصلحون للتربيه وقالوا ان تربيه الطفل تبدا 25 سنه قبل ميلاده قالوا يعني ايه؟ قال يعني ابوه متربي وامه متربيه لان فقد الشيء لا يعطيه طب هم احنا يجب الاهتمام بالاسره يعني من نبص ان كده ولا كده منحرف ولا بتاع صحيح ان انا يعني بالقانون هقدر امسكه او من غير القانون هقدر اربيه لكن اروح ابص لاسرته. يعني ان نسيت لا انسى طفل كنت اعمل له عمليه وبعد اربع خمس ايام كده في المتابعه مجرد متابعه كان طفل عنده اربع سنين. وبنبص على الجرح بس انا والدكتوره اللي من يعني واذ بنا مدفع سريع الطلقات من الشتائم من هذا الطفل اربع سنين. كان ابوه على شمالي وامه الناحيه الثانيه بصيت لابوه قلت له انت لو كنت متربي كنت عرفت تتربي الولد ده قال يا دكتور ده اصله بينزل الشارع تر الشارع هيحفظ الشتائم دي كلها دي بيسمعها منك لوالدته وبيسمعها 100 مره بحيث ان حفظها واصبحت مدفع طالع من بقه كده فقالينا ان نهتم بالمدرس قبل ما نهتم بالتلميذ لان التلميذ واحد المدرس بيطلع الاف وكل سنه الاف الاب والام برضو كذلك اهتم بدول، دول هم اللي في ايديهم المفاتيح. فاهتمامنا بالشباب يبدا بالمسؤولين عن هؤلاء الشباب. نعم. طيب ده بيخلينا نتطرق آه لسؤال اخر وهو برضه في يعني متعلق بالشباب. في الحديث مع الكثير من الشباب بنجد ان حلم الهجره مسيطر على الكثير منهم. آه براي حضرتك ايه العوامل اللي ادت الى مثل هذه الظاهره، هل هو خلل مجتمعي ام هو خلل اسري؟ شوف هو في الميدان بتاعي استطيع ان اتحدث عنه وهو التصحر الطبي، تصحر من صحراء. كتير قوي من الاطباء بيهاجروا. ويمكن دول بالذات يعني بيهاجروا لدرجه ان احنا داخلين او اصبحنا في صحراء طبيه. يمكن لان الماده العلميه اللي عندهم تسمح لهم بان يروح افريقيا ويروح دول عربيه ويروح دول اوروبيه برضو بعد المعادلات والحاجات اللي زي دي يمكن في شهادات اخرى مثلا في ما يقدرش يتحرك زيه انما من المؤكد ان هناك عوامل طرد من الداخل وان هناك عوامل جذب من الخارج على المسؤولين ان يبحثوا عن عوامل الطرد اللي في الداخل دهيا ويحاول مش هيقدر يعني يتعامل مع عوامل الجذب اللي من بره، انما على الاقل يقدر يتعامل مع عوامل الطرد اللي من جوه. م. ممكن تكون المرتبات قليله، يبقى في الحاله دهيا انت يجب ان تكفل للطبيب حياه كريمه. اعمل تامين صحي شامل. م. وتكفل له بيت وعربيه صغيره ومرتب حلو. و... وايده ما تتحطش في جيب المريض يبقى في الحاله ده هتنتفي بقى عمليه تتعمل من غير داعي ومضاعفات عمليه من غير داعي و و فهي عوامل الطرد اللي موجوده في حاجات طبعا الدوله ما لهاش يد فيها زي الحاله الاقتصاديه والمرتبات و و انما في حاجات نقدر يعني نصلح فيها البيروقراطيه اللي موجوده تسهيل التعامل مع الموظفين برضو تريح انما واحد يروح طول النهار ولا يقعد يوم واثنين وثلاثه عشان يطلع ورقه صغيره ما دي حاجات تقرف يعني فدي يعني الدواوينيه اللي هي بال... معناها البيروقراطيه او هي البيروقراطيه اللي معناها الدواوينيه وهي الالتزام يعني ان نسيت لا انسى الاهرام من سنتين جايب واحد راجع من امريكا ياخد المعاش بتاعه سي مثلا سنه 21 و20 فالموظف قال له تاخد 20 قال له ما اخدش 20 ليه؟ قال له 21 فيها شهاده انك حي ترزق، انما 20 ما فيهاش، قال له يعني مت في 20 وصحيت في 21؟ قال له القانون كده والتعليمات كده. يا سيدي هنا افرض ما فيش الشهاده بتاعت سنه 20، ما انت عندك بتاعت 21 اهي. اجبره على ان يروح يجيب شهاده من اثنين موظفين إنه, انه حي يرزق كان في 20 طبعا ده موظف زي ده ده يتشال. ده نعم. يترفد من مكانه ده خالص لان ده ده فيش مخ خالص فقصة على هذا الكثير نعم. يعني فاحنا نريح الناس خصوصا في الحاجات البيروقراطيه ده هي يعني هي مسؤوليه ده. مشتركه مجتمعيه واسريه آه. اكيد ونريحهم من النواحي الاقتصاديه ونريحهم من ناحيه المعيشه وزي ما قلت لك برضه هي مساله الانفجار السكاني، الانفجار السكاني يعني المساله يا جماعه المساله مساله نوعيه مش كميه طب مم. انت عندك الاسرائيلي اللي جنبك 6 مليون مدوخين 300 مليون عربي مساله يا جماعه نوعيه مش كميه مم. وحتى في حديث نبوي جميل جدا انا احبه تريدون على حوض يوم القيامه اقول لكم بعدا بعدا صحقا سحقا ما ايه ما انا عاوز نوعيه مش عاوز كميه مش عاوز اعداد يعني وحتى يعني تنظيم الاسره كان موجود في صدر الاسلام اتكلموا الصحابه في موضوع العزل والعزل وهو القصف في الخارج فأحد الصحابه قال أعوذ بالله إنها الموؤوده الصغرى فرد عليه أحد الصحابه قالوا إنها لا تكون موؤوده إلا إذا مرت على الطيارات السبع علقة ثم نطفة ثم ثم لحم ثم عظم فرد واحد من الصحابه قال له صدقت الله بقاءك العزل ليس بمحرم في الإسلام يعني تنظيم الأسرة ليس بمحرم طيب إذا كان لسه الإسلام في بواكيره وقت الصحابه وتنظيم الاسره مش حرام وانت النهارده جاي فوق المالين تقول لي فهي عاوزة انها م... مشكله مشتركه بين المجتمع وبرضه بنرجع لنفس ال رجال, المشكلة الدين الوعي. يعني آه طبعًا. رجال الدين يجب ان يعني يكون هناك تكاتف من نعم. دي كلها طبعًا. طبعا طيب سؤالنا الاخير يا دكتور والحقيقه مش عايزين ننهي الاسئله شكراً. مع حضرتك لاني آه الواحد مستمتع جدا باللقاء آه محتاجين من حضرتك الخبره الكبيره في المجالات المتنوعه اللي حضرتك مارستها روشته نجاح في صوره نصائح من الدكتور وسيم السيسي اللي هي بها ممكن ان تقود الشباب الى طريق النجاح. نبرة واحد القراءه والقراءه المتعمقه والقراءه مش اي قراءه يعني التحولات الكبرى من الناحيه العلميه يعني حتى ويل ديورانت وضع حبه شروط للانسان المثقف. طبعا اتقان اللغه الام اتقان جيد جدا يعرف يكتبها ويعرف يتعامل بها وبتاع اتقان لغه اجنبيه اخرى واحده على اقل التقدير دراسه الثورات الكبرى التي غيرت العالم الثوره الروسيه البلشفيه الامريكيه الفرنسيه كل دي ثورات غيرت لازم يقريها وعارف هي أي ايه النظريات العلميه اللي غيرت العالم نظريه الكوانتم بتاعت ماكس بلانك مثلا اللي آه هي نظريه الكم النسبيه بتاعت البرت اينشتاين على سبيل المثال الانتي اللي هي الماده الضد بتاعت آه بتاع هو ديريك على سبيل يقرا الكلام ده هو الكل. النقطه الثانيه لازم الشاب والشابه يحلم كما تفكر هكذا تكون يعني القبّية ده هي ما بقتش كوبايه الا واحد فكر في ان ازاي يحط المية فيها ما بقتش ازاز الا ما فكر ان هو آه وقع في النيازك اللي موجوده سيحت الرمل وعملت ازاز فعرف ان الرمل ممكن يسيح يبقى إزاز. كما تفكر هكذا تكون وحياه الانسان تصوغها افكاره افكار, أفكار. وبعدين ينمي الفصل ايمن من, من مخه الفص الايسر ده كمبيوتر حط فيه تاخد منه على قد اللي حطيته لا يزود كلمه ولا ينقص حاجه ده بقى ياتي بالجديد ده فص الابداع الابتكار وله وسائل تنميه وتغذيه الموسيقى الرسم النحت التصوير كل الفنون تنمي الفص اليمين وده اللي بتهتم بيه الشعوب واخر حاجه انهي بيها كلامي مدرسه اكتشفت طفل مبدع لما فصل من عشرة في الولايات المتحدة الأمريكية قالت لهم ارسموا شارع فرسموا شارع بيوت وأشجار أتوم في شارع من غير سيارات خدوا الورق وارسموا سيارات خدوا الورق طفل رجع في ثانية بيديها الورق رسمت بتبص في الورقة لقيت على قمة الشارع عامل عمود وعليه يافطة ممنوع دخول السيارات قالت ده ولد مبدع لأن الإبداع هو يعني يعني الاستجابه المغايره للاحداث انك تفكر في حاجه بره الصندوق الكل هيرسم سيارات الا إيه الولد ده ممنوع دخول مم. السيارات في الشارع ده وهو محق ده يتلقط الولد ده ده مبدع ده يقدر يغير فيما بعد فعلينا بتنميه الفصل اليمين دكتور اشكرك شكرا جزيلا شكرا يا سلام ممدوح مشاهدين الكرام الصعود من السهل الصعود إلى القمة ولكن من الصعب البقاء فيها فإذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى أسفل لترى من عاونك في الصعود إليها وأيضا انظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها في نهاية لقاء هذا اليوم من برنامج من برنامج من فيينا أتقدم بالشكر إلى إدارة النادي البصري لإتاحة الفرصة لإتمام هذا اللقاء مع الدكتور وسيم السيسي ونشكر أيضا ضيف حلقتنا لهذا اليوم العالم الكبير الدكتور وسيم السيسي دكتور شكرا جزيلا لحضرتك الشكر موصول أيضا لحضراتكم كنت معكم من فيينا أنا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء